خليني اخد على التليفون سياده النائبه ماجده نصر. برحب بحضرتك سياده النائبه. اهلا وسهلا يا فندم، برحب بحضرتك. دلوقتي يعني احنا امبارح كنا بنتكلم، النهارده تم الغاء هذا القرار بدعوى انه ما فيش داعي للتعجل ولا بد ان يكون هناك نقاش مجتمعي، حضرتك مع ده ولا ضد ده؟ انا الاول مش مع التغيير الفظيع. اولا القرار الاول مع الوزير اكيد لازم، عشان مجلس اعلى التعليم ياخذ اي قرار لابد ان يكون مدروس بالكامل، مدروس من ناحيه اليه التنفيذ، مدروس من ناحيه كل الابعاد، والمجلس الاعلى للتعليم لازم ان يكون واثق ان القرار ده سليم 100% وللصالح العام. النهارده لما وانا شخصيا امبارح زي ما قلت حضرتك، انا الفكره كانت جيده جدا وكان عندي تحفظين شداد جدا، وقلت ان هم اكيد عندهم يعني في وزاره التربيه والتعليم لابد ان دول يكونوا يعني تم اخذهم في الاعتبار، وهم عمليه تاهيل المجتمع دي خفيفه مش مشكله، هنأهله كل حاجه ونعرفه اذا كان هذا لم يتم. ولكن النقطه الثانيه انا قلت ان اليه التنفيذ لم تعلن، ودي مهمه جدا في ظل الكثافه الطلابيه، في ظل كل العيوب اللي لسه موجوده، هل تم علاجها ولا لا؟ وده اللي احنا محتاجين نسمعه من الوزاره. فحضرتك ما يكون لسه امبارح ما بقالوش القرار يومين ثلاثه واجي النهارده الغيه، وده تاثير الحلقه. نعم ده تاثير الحلقه امبارح. تاثير الحلقه ده لا يجوز حضرتك. لو كان حضرتك بتدافع عن المبدا ولا بتدافع عن الموضوع نفسه؟ لا انا غير موافقه على النهارده الالغاء ويعني الصدور والالغاء. هو تعليق يعني تعليق. نعم؟ تعليق يعني تاجيل تنفيذه يا فندم. ما هو ده رفض بشكل مهذب. عدم تنفيذ القرار سواء بالتأجيل أو تعليق أو أي سبب يعني لا يمثل. طيب أنا برضو واحد. عايز علشان تبقى النقاط على الحروف سيادة النائبة. حضرتك مع الامتحانات الشهرية ولا ضد الامتحانات الشهرية؟ وخلافك على فكرة إن احنا نطلع قرار امبارح ونوقفه النهاردة؟ لا ما أنا كنت هقول إن دي جزئية مهمة جداً لسبب واحد. حضرتك لو هو سيادة الوزير دارس الموضوع وفي آليات تنفيذ واضحة وكل الأمور بحيث ان لو اتنفذ القرار هيتنفذ كويس، يبقى لا يعني مش ممكن ان هو عشان أولياء الأمور اعترضوا وعشان الجمهور اعترض ان هو يلغيه. ليه بقى؟ لأن أي قرار هيطلع فيما بعد لا نستطيع ان ننفذه لو كان ده السبب بس. لكن لو السبب ان هو فعلا المدارس غير لسه مش جاهزة والمناهج مش جاهزة والمدرسين وكله يعني قرار غير مدروس، يبقى أنا أوافق على الإلغاء، ولكن أنا يعني ضد هذا التذبذب الشديد جدا جدا. والحقيقة أنا زعلانة جدا لسبب واحد، الفكرة جيدة ولكن نحن حاليا ما زلنا غير مؤهلين لتطبيق هذه الفكرة. طب وافقت عليها ليه يا سيادة النائبة امبارح؟ وافقت عليها ليه في الكلام؟ حضرتك أنا فاكر كويس الحوار، حضرتك قلت لي أنا وافقت إحنا اتكلمنا وعندهم آليات تنفيذ. لا أنا ما قلتش عندهم، أنا قلت الوزارة لابد إن هي تقول لنا آليات التنفيذ بتاعتها اللي هي بناءً عليها هذا القرار، وإحنا هنتابع معاها هذه الآليات. وهنشرف عليها. إحنا مجلس النواب، أستأذن حضرتك أنا قلت حاجة مهمة، قلت إن أنا كمجلس نواب إحنا عرفنا زي الأولياء الأمور زي الشعب بالظبط بطريقه فجائيه، ودي كانت حاجه برضو مفاجاه بالنسبه لنا، واستدعينا الوزير واستدعينا الدكتور رضا حجازي وجه عشان يوضح لنا هذا. ده برضو لا يجوز، المفروض ان هو يبقى نحن احنا يعني نحاط بهذه الامور ونبقى مؤهلين لهذه الامور قبل ما تعرض. فانا ما وافقتش وعارفه آلية التنفيذ ده. انا قلت لحضرتك بس حضرتك قلت لي مش مهم، حضرتك قلت لي مش ضروري ان الوزير يخطرنا او يعلمنا بهذا القرار. لا يا فندم معلش انا في تعبيرات دقيقه المفروض نعرفها. حضرتك انا قلت ان الوزير هو يعني ده صاحب القرار في هذا، ولكن لابد احنا نحاط بيه يعني نعرفه يبقى احنا على علم بخطته ايه وايه اللي هينزل وايه اللي مش هينزل. لكن مش شرط موافقتكم او رفضكم. لكن احنا هنا مش شرط ان انا اوافق او ارفض في هذه اللحظه فقط. ولابد ان تبقى الخطه واضحه اكتر. طيب امتى توافقي او ترفضي؟ حضرتك لو كان عرض علينا الخطه باليات تنفيذ ولقينا ان الامور غير جاهزه
من حق قبل يعلن القرار بالموافقة أو رفض، قبل ما يعلن. والخطة بتاعته دي فيها نقاط ضعف احنا نرفض. احنا بعد ما نزل القرار وقرار مجلس أعلى للتعليم، فعلشان كده يعني قرار منتهي للتنفيذ فبيحيطنا بيه. فالحقيقة يعني نتمنى ان احنا نقف مع الوزارة، ولكن يعني انا حاسة ان كده الامور غير جيدة. لابد دراسة الموضوع جيدا قبل اي قرار، لان الرجوع فيه زي ما المدام منى اللي قالت امبارح قبل كده وفشل. حتى لو قبل كده وفشل وكان طلعنا الوزارة قالت ان الفشل اللي فات احنا تجنبناه، وعلشان كده احتمالات نجاح وكذا وكذا وكذا، وهو الأحسن للأسباب الأتية، كان ممكن يبقى هنا الناس فاهمة هو ليه نفس النظام اللي طبق وفشل بنعيده مرة تانية. تمام. فيعني وصلت وجهة نظر حضرتك هذا التردد وعلى القرارات اللي هي غير مدروسة. أنا بشكرك شكرا جزيلا سيادة النائبة الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب.